يا صباح الفل، النهارده كابتن عبد الرحمن محضر لنا مجموعه تمارين للرجلين وللبطن، خليكم معانا هتبقى تمارين هايله جدا. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، وهو ان الدوله السنين اللي فاتت كانت بتركز على الرياضه بمفهومها اللي هي لعبه معينه زي الكوره زي الهاندبول زي كذا. يمكن كان كمان طبعا احنا عارفين ان الكوره هي اللي بتاخد النصيب الاكبر، لكن غير مسبوق ان القياده السياسيه في العصر اللي احنا فيه ده تبتدي ان هي تركز على صحه الانسان، على جوده حياه الانسان، ان هو يبقى صحته احسن ويمارس حياته بشكل افضل، وده كمان هيقلل من الامراض وهيقلل من حاجات كتير جدا. فابتدينا نشوف مظاهر كتير زي مثلا الحملات اللي معموله علشان تشجع الناس ان هم يركبوا دراجات وعجل، علشان تبتدي ان احنا نوفر للناس لاندسكيب في الاماكن السكنيه فيبتدوا ان هم يقدروا يمارسوا الرياضه في الاماكن المختلفه، على اساس كمان ان احنا نبتدي نشوف نتيجه عدم ممارسه الرياضه بتبتدي ان هي تسبب امراض، فنبتدي ان احنا نحل الموضوع من اساسه، فنبتدي نربط ما بين الامراض بتاعت قله الحركه وبتاعت عدم ممارسه الرياضه بالنشاط الرياضي اللي هو هيبتدي يقلل من الحاجات دي بشكل كبير جدا. طبعا الحاجات دي ابتدينا ان احنا نشوفها بشكل كبير جدا في العصر اللي احنا فيه، وده بيبتدي كمان ان هو يخلي الناس عندها وعي اكتر وعندها اهتمام بالجانب ده من حياتهم. مهم جدا ان احنا نهتم بنفسنا ونهتم برياضتنا، ومهم جدا كمان من الدوله ان احنا عايزين منها وطمعانين في اكتر واكتر علشان نرقى بصحه المواطن المصري، وان شاء الله نشوفكم حلقه جديده.